مفاجأة كبيرة تخص الجنيه والدولار هتهم كل المصريين، كشف عنها مسؤول مهم في الحكومة. فيا ترى ايه اللي هيحصل للدولار وازاي هينزل في المعدة، وايه حقيقة استقرار اسعار السلع والذهب الفترة الجاية؟ كل ده واكتر هقوله لك في الفيديو ده. انا لهرة مدحت. لو فاكر ان دخول مصر للبريكس هيعدي كده تبقى غلطان، وده لانه هيأثر علينا بشكل ايجابي في حاجات كتير جدا، واهمها هو ان الدولار هيتراجع خلال الايام الجاية. وده مش مجرد توقعات، لا ده الكلام اعلنت عنه الحكومة المصرية، وده اللي قاله الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين وعضو مجلس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، واللي اكد ان الدولار هيتراجع خلال الايام الجاية بسبب انضمام مصر لتجمع البريكس. وفي تصريحات لجريدة الوطن قال ان دخول مصر للتكتل الاقتصادي الضخم ده هينعكس على البلاد بالايجاب في عدة امور، ومن بينها تراجع سعر الدولار. وقال كمان ان قرار القيادة السياسية بانضمام مصر لتكتل البريكس يعتبر نقلة نوعية للاقتصاد المصري، وكمان بيساهم بشكل مباشر في قوة الجنيه وتراجع الدولار، وده لاننا هنقدر نتعامل في سلع كتيرة بالعملة المحلية، وده اللي هيكون له تأثير إيجابي على أسعار السلع. مستشار وزير التموين قال كمان إن وزير التموين الدكتور علي صلحي أخذ قرار مهم خاص بواردات الذهب من الخارج والمعروفة بمبادرة زيرو جمارك، وده طبعا ساهم في ضبط سوق الذهب واستقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة، خاصة إن مؤشر صعود وهبوط الذهب بقى متقارب جدا من السعر العالمي، وكمان أسعار الذهب شهدت انخفاض عالميا خلال الأيام اللي فاتت بحوالي كده 30 دولار، وصل سعر الأوكية ل 1917 جنيه بس. طب هل فعلا سعر الدولار هيتراجع بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس؟ بص يا سيدي، حسب تصريحات سهر الضماطي الخبيرة المصرفية لجريدة المصري اليوم، قالت إن مجموعة البريكس دلوقتي بقت بتضم 11 دولة يقدروا يتعاملوا بعملاتهم المحلية، وده طبعا هيقلل بصورة كبيرة من هيمنة الدولار. وكمان انضمام مصر لمجموعة البريكس هيقلل الضغط على الدولار بشكل كبير، خاصة ان مصر بتستورد الحبوب والنفط واساسيات تانية كتير صناعية وتكنولوجية من اعضاء مجموعة البريكس، وده طبعا هيخفف من حجم احتياج الدولار والاستيراد بالعملة الامريكية، وده لانه مصر هتتعامل مع 11 دولة بعملتها المحلية. مش بس كده، دي كمان توقعت تراجع سعر الدولار وانخفاض التضخم الناتج عن ارتفاع سعر العملة الأمريكية، وشرحت وقالت ان سعر الدولار بيخضع لعوامل العرض والطلب، وانه مع زيادة التبادل التجاري بين كتلة كبيرة بحجم البريكس بعملات بلادها هيزود ما بينهم التبادل التجاري من غير كمان ما يحتاجوا للدولار، وده هيخلق خفض في الطلب على العملة الصعبة وهيساعد في تراجع قيمتها، وطبعا كل ده هيساعد في السيطرة وتراجع التضخم، وده الناتج عن انخفاض قيمة العملات مقابل الدولار. وده كان برضو رأي عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، واللي شافت ان انضمام مصر لمجموعة البريكس مهم جدا وهيساعدها انها تتحرر في التجارة بتاعتها وتزود الصادرات، وده طبعا هيساعدنا نبني اقتصاد قوي وكمان متنوع. من مارس 2022 لغاية دلوقتي فقد الجنيه حوالي 96% من قيمته، علشان يرتفع سعر الدولار من حوالي 15 جنيه و70 قرش ل 31 جنيه تقريبا، بينما سعره في السوق الموازية ما بين 39 ل 40 جنيه. انتوا بقى ايه رأيكم في الكلام ده؟ هل شايفين ان الدولار زمنه هينتهي، او على الاقل يعني هنخلص من مشكلة الدولار في السوق الموازية ويبقى عندنا دولار بسعر واحد بره وجوه البنك؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.